السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا. عندنا لقاء الليلة في مسجد النور في مدينة جيلسن كيرش الألمانية بإذن الله تعالى، وغدا خطبة الجمعة في هامبورغ. من باب الفائدة، بعض النساء يسألون إما في الكويت أو في ألمانيا، يقولون حكم صلاة المرأة في الحديقة أمام الرجال، أنت بالسوق تمشين أمام الرجال، يعني شو الفرق؟ تصلين ولا حرج؟ للأسف نجد أن بعض النساء تفوتها صلاة صلاتين ثلاثة بحجة تقول والله في رجال ما أقدر أصلي في الحديقة، تصلين ولا حرج ولو كنت في مكان عام. الاعتقاد أن المرأة ما تصلي في الحديقة أو المكان العام هذا كلام غير صحيح. هذا جواب للأخوة الذين موجودين في ألمانيا أو في العالم كله، تصلي المرأة بشرط لا يخرج وقت الصلاة عن وقتها. هذا سؤال ورد من بعض الأخوات هنا في ألمانيا، ويرد أيضا من بعض أخواتنا في الكويت أو في العالم كله، يقولون يجوز المرأة تصلي بالحديقة، تصلي ولا حرج بشرط لا يخرج وقت الصلاة. حتى للأسف بلغني أن بعض الأخوات تصلي بالسيارة بحجة وجود رجال، أليس من شروط الصلاة استقبال قبلة؟ وين استقبال قبلة؟ كيف تصح الصلاة؟ أيضا من أركان الصلاة القيام مع القدرة، كيف صليت وأنت جالسة؟ ما تصح الصلاة إذا يستطيع الإنسان القيام، انتبهوا لهذا الأمر. كذلك السجود على سبع أعظم، قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأنت ما سجدت على ولا عظم، كيف تصح الصلاة؟ لا ينبغي العبث في أحكام الصلاة. كذلك البعض يسأل يقول في حال نزول الثلج والسنو، بعض الناس يصلي بالسيارة على طول، لا تنزل تشوف لك أي مكان ما وجدت بقعة تصلي فيها، هنا لا حرج عليك، تصلي على الحال التي أنت تستطيعها. قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما ما استطعت، جالسا ما استطعت، على جنبك، أما على طول تصلي بالسيارة وأنت تستطيع أنك تشوف لك مكان، هذا ما يصح. سؤال مهم جدا، واحد يسأل يقول طيب أنا أمي ما تقدر تصلي حتى في البيت إلا هي جالسة لأنها مريضة، يصير تصلي في السيارة جالسة؟ نعم لا حرج، استقبل قبلة وتصلي في سيارتها. بعض يقول طيب في الطائرة أو في القطار شلون أصلي؟ إذا منعت من الصلاة في الممرات ولا في أي مكان، تقوم وتوقف، تستقبل قبلة، تقول الله أكبر، بعدين تجلس تكمل الصلاة كلها وأنت جالس. إنك تكبر الإحرام وأنت جالس هذا ما يصلح. بعض الناس وقاعد بالطيارة أو بالسيارة الله أكبر وهو جالس، وين القيام على القدرة؟ تقدر توقف، قوم وقف وصلي. طيب القبلة كيف استقبل قبلة؟ تسأل ما قدرت ما استطعت إنك تعرف القبلة، قوم وقف، قول الله أكبر، بعدين اجلس وكمل الصلاة كلها وأنت جالس، بس ما تكبر الإحرام وأنت جالس، لا. حتى ان بعضهم للاسف يسجد على طاوله الطياره. السجود صفته انك تومئ ايمان فقط، الركوع هكذا، سجود انزل شوي فقط.